يوم آخر من المواجهات العنيفة في أطراف مدينة تعز. بدأت المواجهات إثر قيام عناصر من مسلح ميليشيا الحوثي بالتسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الزنوج وأطراف معسكر الدفاع الجوي بشمال المدينة. على الفور صد الجيش الوطني الهجوم ونفذ هجوما معاكسا في هاتين الجبهتين وحقق تقدما خصوصا باتجاه جبل الوعش، حيث استعاد تبة الكمبتين والإريال في وقت أفاد فيه الناطق باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر بأن الميليشيا نفذت فجر الاثنين هجوما شاملا على مواقع وتحصينات الجيش الوطني في شمال وشرق مدينة تعز. قامت الميليشيات الانقلابية بهجوم واسع في الليلة الماضية تحت غطاء ناري كثيف، استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة من أماكن تمركزها في الحوبان والجند والشارع 60 و50، قصفت المواقع الجيش وتحصيناته وأيضا الأحياء المدنية وألحقت خسائر بصفوف المدنيين الجيش، وأيضا حاولت الهجوم على مواقع الجيش تم التصدي لها من قبل قواتنا، وقام الجيش أيضا بعملية عسكرية هجومية مضادة ومعاكسة استطاع خلالها أن يتقدم ميدانياً إلى تلة الإريال. المواجهات العسكرية العنيفة التي شهدتها مدينة تعز جاءت في ظل تجدد القصف الذي تنفذه ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، والذي ازداد وقعه في ظل القصف المتبادل الذي تركز شرق المدينة بين مواقع الجيش وعناصر الميليشيا المتمركزة في تبتي السلال وسفتيل. بإمكانياته المحدودة جداً والتي لم يطرأ عليها تغيير، يواجه أفراد الجيش الوطني في تعز ميليشيا الحوثي التي تقاتل بإمكانية الجيش الوطني السابق وإمدادات متواصلة، في وقت تفاجأت فيه تعز بقدوم وفد عسكري يمثل القوات السعودية والإماراتية والبحرينية المرابطة في عدن إلى المنطقة الغربية من المحافظة. المصادر الميدانية في المحافظة أفادت بأن مهمة هذا الوفد هو البحث عن مواقع لتمركز تشكيلات عسكرية، لم يتضح بعد ما إذا كانت تستنسخ تجربة المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها تشكيلات من نخب وأحزمة أمنية تعمل خارج نفوذ السلطة الشرعية. وفي السياق ذاته شهدت منطقة الصين التابعة لمديرية المعافر والتي يعتقد أن الوفد العسكري زارها لهذا الغرض تحركات شعبية احتجاجية رفضاً لمخطط التحالف، وسط موجة من التذمر من سياسات هذا التحالف تجاه محافظة تعز. يستمر استنزاف تعز على هذا النحو، وتستمر سياسات التحالف التي تضيف حصاراً على الحصار ضمن مخطط يستهدف على ما يبدو هزيمة المشروع الوطني الذي تمثله تعز، وهو هدف يا للمفارقة يتشاركه هذا التحالف مع الحوثيين.